تفضل قسام. السلام عليكم ورحمة الله، صوتي جيد أستاذ واقف؟ الآن جدا جيد، تفضل. طيب، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم جوابي للمغربي الذي كان يسأل هل النبي، والذي قال أننا في النار لأننا نبكي على الحسين سلام الله عليه. كلنا نعلم أن في القرآن الكريم قصة يعقوب مع يوسف. القرآن يقول وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. نبي الله يعقوب كان يعلم أن ابنه سيعود إليه. بالله عليكم يا عقلاء السنة، نحن لا نتكلم مع الحمقى، مع اليزيديين، مع حزب الله الحسيكة. هل سمعتم شيعيا ابيضت عيناه من الحزن على الحسين؟ والله لو بكيتم طول حياتكم على الحسين لما ابيضت عيناكم. هل يعقوب كان يعلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يلقي بنفسه إلى التهلكة حسب قولكم يا أصحاب الحسيكة؟ يعقوب كان يعلم، ورغم ذلك بكى على ابنه حتى ابيضت عيناه من الحزن. هذا من شدة ماذا؟ حبه لبعده عن ابنه، عن ابنه، وهو يعلم أنه لم يقتل. طيب، رسول الله في كتبكم، في مصادركم يا أهل الجهل، اسمعوا والعناد، اسمعوا جيدا، في مصادركم أقل تقدير، أقل تقدير، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبكي الحسين ويندب الحسين سلام الله عليه، وهذا على لسان أمهات المؤمنين عندكم في مصادركم، بغض النظر عن رواية أهل البيت، أنتم لا تعترفون بأهل البيت. طيب، هل سمعتم أحدا أو قصة مثل قصة الحسين سلام الله عليه يقتل مع أصحابه بالطرق البشعة التي رواها مؤرخوكم يا أصحاب الحسيكة ولا تقرؤون كتبكم؟ هل حينما تقطع أوصال أبناء الصحابة، هل حينما ترمل اليتامى النساء، حينما يؤخذ بالنساء، وقصة معروفة لا داعي لذكرها، فإنكم مشوهون أمام الله وأمام رسول الله وأمام العقلاء من هذه الأمة وأمام أبناؤكم الذين يلعنونكم في المستقبل ليل نهار. طيب، هذا القرآن يقول أن يعقوب ابيضت عيناه من الحزن، هل سمعتم؟ اسمعوا جيدا، هذا السؤال سيبقى يتكرر عليكم طول حياتكم إن كنتم فعلا لنبيكم متبعين. ما سمعتم أحدا ابيضت عيناه من الحزن على الحسين عليه السلام؟ طيب، هنا أتحول إلى المعاند الثاني، يقول هل الابن الصغير، الطفل الصغير، وهو يشير إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، هل يؤخذ من روايته لأنه ليس مكلفا؟ اسمع جيدا أيها الجاهل، والجاهل ليس في مسبة، عندكم في مسلم والبخاري أن عائشة تروي تقول أتتني أمي أم رمان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي. يعني الرواية التي تشير أن عائشة وهي في سن صغير تروي أنها ماذا، لما أتت لها أمها لتأخذها وهي بنت 6 سنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصيبته ومصيبته يا حزب الحسيكة، هذه الطفلة الصغيرة حينما تروي، ورواية أخرى لا، عائشة تؤخذ، يؤخذ بروايته، لكن الحسين يؤخذ بروايته. هناك إشارة من الواقع، وأقفل وآسف على الإطالة لأن هناك إخوة يريدون الاتصال. طيب، عندكم في مواقعكم وفي قناتكم المقدسة اليوتيوب، لأنكم لستم أصحاب الكتب، أنتم أصحاب اليوتيوب، عندكم أطفال صغار تعلمونهم سب الشيعة ولعن الشيعة، وتتكابرون وتحتجون في بعض تسجيلاتكم بأن هناك أطفال صغار يحفظون القرآن ويحفظون بعضا من أحاديث رسول الله، تفتخرون بتقديمهم
وتسجيلهم في قنواتكم، هذا جميل طيب، ولكن حينما يذكر أهل البيت ويروي أهل البيت بصغر سنهم وبعظمة مكانتهم، لأن أهل البيت هم أهل رسول الله، تربية رسول الله، تربية علي، تربية فاطمة، حينما يروي أسياد الجنة والحسين سيد من سيد شباب أهل الجنة، يأتيك يزيدي ملعون يقول لك أنتم تتعلمون هذا في الحسينية. طيب، لنا الفخر والشرف أن نسمع وأن نكرر أحاديث رسول الله ونبكي على الحسين في هذه الأماكن المقدسة، وهي مساجد وحسينيات، لأنها يذكر فيها الحسين. أما أنتم مساجدكم تسمى مساجد ولكنها مساجد ضرار، لأنه ينصب فيها العداء لمحمد ولآل محمد، وتتربون وتتغنون، اسمعوا جيدا، وتتغنون بروايات كاذبة على أعداء رسول الله، فلكم الفخر طبعا في هذه المساجد وسحقا لكم بهذه المساجد. أما نحن يا من تستهزئ على السيد ميثم وتقول لا تصرخ فإننا لسنا في الحسينيات، هذه المعاملة التي تتعامل بها، وأنا صحيح والله في غرابة وأحترم الأستاذ وعد، هذه السعة التي أعطاه الله في صدري حتى يثبت مسألة أنكم فعلا نواصب وستبقون نواصب. يسأل الجاهل هل كان رسول الله يبكي كما تبكون على الحسين؟ نعم نبكي على الحسين، ولكن يا أيها اليزيدي من المغرب اسمع جيدا، إذا كان بعض من الشيعة، وهذه أوافقك فيها، يغالون شيئا قليلا في تعبيرهم عن حزنهم على الحسين، هذه لك، ولكن بسبب بكاء الناس على الحسين يدخلون النار، ما سمعنا بهذا، لا أتيت لا بدليل من القرآن الكريم ولا من سنة رسول الله ولا من سيرة العقلاء، ولا إنه فقط الحقد الدفين في قلوبكم. لم أرى يوما، اسمعوني جيدا وأختم وأسف على الإطالة، لم أراكم يوما ولن أراكم يوما تدافعون عن رسول الله في الدفاع عنه في مخزياتكم ورواياتكم التي تسقط من رسول الله في كتبكم، ولكنكم تستميتون، وهذا ما يثير غرابتي، تستميتون في الدفاع عن يزيد وعن معاوية وكل هؤلاء أئمة الضلال لسبب واحد أنا لا أعرفه، ولكن أجد جوابا شافيا، وهو أولا وأخيرا أنتم أجهل خلق الله بما في كتبكم. لو كنتم تقرؤون كتبكم لوجدتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول من بكى الحسين عليه السلام وبشر وقال لكل عين دامية باكية على الحسين عليه السلام، فقط من يبكي على الحسين له من الأجر عفوا ما لا تعرفونه، أما الباقي فلا داعي لذكره. ففقط دفاعكم عن يزيد الملعون وعن معاوية الملعون وعن كل هؤلاء الأئمة أئمة الضلال، فهذا دليل على أنكم أصحاب ضلال. وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شكرا لك سيدي وعد، اللهم حفظكم الله وعظم الله أجوركم، اللهم صل. وبينوا للناس أن هؤلاء يحقدون على أهل البيت، والله لو اسألهم، اسألوا هؤلاء النواصي، كل سني غير عاقل اتصل بكم اسألوا هذا السؤال، لو كنت في عهد الحسين عليه السلام مثل كاليميرو، هذا الكاليميلو المتكبر الجاهل، يقول لك أنا أفتخر وأعلن أن خلافة يزيد شرعية. طيب، نتفق معك أن يزيد كانت خلافته شرعية، لو كنت في عهد خليفتك الشرعي وكنت في مواجهة للحسين، أكنت مقاتلا للحسين أم كنت ستقول لا اسمح لي يا خليفة الشرعي فأنا لن أفعل هذا ولن أحارب سيد شباب أهل الجنة؟ اسألوهم لهذا الناصب من الجزائر ومن المغرب وهو يسمعني جيدا، وإذا كان شجاعا فليجب. لو كنتم في عهد الحسين بن علي، الحسين بن علي، دعوكم من الشيعة من الروافض من السنة من، لو كنتم في عهد الحسين أكنتم تقاتلون بجانب الحسين
أم كنتم مع يزيد عليه لعائن الله؟ هذا هو السؤال، هذا هو السؤال يا أبناء يزيد. ألا تخافون الله عز وجل؟ ويسألك المعاند يقول لك أنتم تبكون بشكل غريب على الحسين. ها هو يعقوب ابيضت عيناه، هذا هو القرآن الكريم. أنتم تتهمون الشيعة أنهم لا يقرؤون القرآن ولا ينافحون ولا يدافعون عن عقائدهم إلا من ترهاتهم. القرآن يقول لكم يعقوب ابيضت عيناه من الحزن. هل سمعتم بمرجع ابيضت عيناه من الحزن؟ يلا الآن أيها الناصبين كفر يعقوب وقل أن سيدنا يعقوب عليه السلام دفع بنفسه إلى التهلكة وابيضت عيناه، والمصيبة أنه كان سيموت إلى غير ذلك. يلا خذ المايك يا مخالف يا ناصبي أو يا أعقل سني وأجب عن هذه الآية القرآنية التي تقول وابيضت عيناه من الجرم من الحزن. كيف تحكمون؟ ولكنه حسيننا، لا تدافعون عن أشرار الخلق، لكنكم مع الأسف الشديد تظهرون في مطباتكم هذه. لكم في قلوبكم حقد لأهل رسول الله، وخصوصا للحسين وللحسين وللحسين حتى ينقطع النفس. عوض لما يتصل بكم أحد الأستاذ وعد يقول للمغربي عظم الله أجورك، في نفسك في نبرتنا تفهم أن هذا الرجل لا علاقة له لا بالحسين ولا بأي شيء. لو أخذت زوجته ماله، لو هربت زوجته بماله وأولاده وبيته لخرج عن عقله، لمات من الحزن هذا الناصب من المغرب. لو أخذت زوجته ماله وأولاده وهربت مع رجل آخر للطم ليل نهار ولا غاب عن الوعي. ولكنه الحسين كما قال أدعياء العلم في المملكة المغربية مصطفى بن حمزة وغيرهم، ما هو إلا الحسين، قتل مثل ساق كباقي الناس. أقتل الحسين مثل كباقي الناس؟ الحسين وأصحابه وعياله أنتم لا تقرؤون كتبكم. لو كنتم فعلا مسلمين لا وقفتم وقفة رجل واحد وشاهدتم بأن الحسين نعم قتل ولم يخرج كما ظن بعض متصلكم البارحة وفي الأيام السالفة. لماذا الحسين خرج؟ أنا أسأل كان أحدهم البارحة وهو ربما أحمد من الجزائر كان يقول لماذا الحسين خرج؟ أنا أسألك لأني كتبت كتابة. أحمد كان يقول لكم، هذا المعاند كان يقول لكم، الحسين كان يعلم بمقتله في كربلاء فخرج بعياله ورجاله وأطفاله. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محمد كان يعلم بمقتل أصحابه في المعارك التي دارت بين المشركين. هل النبي هو المسؤول عن قتل حمزة وشهداء بدر وأحد وهو يعلم أن بين المسلمين قتلى؟ كيف تحكمون؟ بالله عليكم أي منطق هذا؟ أنتم تظهرون عوار عقولكم ونصبكم لرسول الله، تدعون الذكاء وأنتم أبعد من الذكاء. النبي أخرج أصحابه وهو يعلم كما بين الله له عن طريق الوحي أن بينهم شهداء. هل النبي مسؤول عن قتل بدر وغيرها من المعارك؟ إذا كنت يا أحمد وأنت تسمعني جيدا، إذا كنت تقول أن الحسين مسؤول لأنه خرج، وبعضكم قال أن الحسين قتل نفسه بل انتحر، فيكم من يقول من السلفيين والوهابية في كتبهم ومواقعهم أن الحسين انتحر لأنه كان يعلم، لأن الشيعة يدعون أن هم هذا قولهم أن الحسين يعلم ما كان وما سيكون، وبما أنه كان يعلم أنه سيقتل في كربلاء فهذا انتحار وقد ألقى بنفسه إلى التهلكة. أنا أسألكم من أولها، الله يعلم أن بين شهداء أن بين أصحاب رسول الله سيكون شهداء، وفرض على رسول الله أن يحارب المشركين في بدر وغيرها، هل الله ألقى برسول الله وبأصحابه إلى التهلكة؟ كيف تحكمون؟ أنا أقل الشيعة في العالم، ردوا علينا، ردوا على هذه، نلزمكم
بما ألزمتم به أنفسكم، ردوا علينا إن كنتم عالمين. وصلى اللهم على محمد وآله، ولولا الإطالة لأشبعتكم من الأذلة ما يشفي غليلنا، ولكن وأسفا على عقولكم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين.